اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير، وعواشركم مبروكه، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله، واخا ما كاين بوعواشر، ما كاين بوعيد هذا العام للظروف، راكم عارفين شنو واقع هذا العام، والحمد لله على كل حال. خصوصا حنا واخا بلا هادشي ما عندناش حنا العيد في هاد البلاصه، ما في سويسرا ما كيدبحوش، ممنوع الذبح. كديري غير اللحم، كتجيبي من عند واحد التركي عندنا في المدينه، هو اللي كتمشي تقدم عنده، هو اللي كيدير، كتكوموندي على الحاولي واحد على سيمانه بحال هكا، كتكوموندي عليه شحال من كيلو فيه، شحال الوقت اللي بغيتي تجديه، تيجيبو لك مذبوح، ما فيه لا راس لا مصار لا مخ لا معده لا كبده لا قلب. الا بغيتي داكشي كتشري بوحدو، حتى هو كيطلع غالي، الحوري غالي، ودوك البياسات ديالو غاليين، وماشي ديالو يعني، داكشي هما ما كيعرفوش اللي كيلوحو كيخليوه شو شنو كيديروا بيه، ولا كيبيعوا حتى هو تيبيعوه بوحدو، والحوري بوحدو وصافي. كتجيبيه مقسم، هو مقسمو مقطعو، داير لك الكوتليت بوحدو، مستيك بوحدو، الكفته الا بغيتي الكفته، داير لك ديال الشوا بوحدو، ديال الا بغات تبخري يعني، تتقولي ليه شنو كيفاش يقطع، ولا هو كيعرف هو راسو. صافي كتجيبي كتخشي في الثلاجه شوي تبخري، المهم يعني ما كاينش دوك الاجواء ديال الذبح ولا ديال الدخان والفاخر، ولا بغات شوي سيري برا ديري القرياط برا. ايوا علاش؟ ايوا، وخصوصا حنا كنا ناويين نجيو نعيدو في المغرب، حيت شحال من عام هذا ما عيدناش في المغرب، جانا زعما العيد مع الصيف ومع الكونجي وداكشي، كنا نمشيو الساعة ما راكم عارفين شنو واقع، خصوصا هادشي اللي واقع مؤخرا ديال الترونسبور ديال السفر للمغرب. الله يكون معاكم، والله يكون معانا ومع الجميع ان شاء الله، والصبر والحمد لله، وهذا الشيء اللي عطى الله، والله يرفع علينا هذا البلاء يا رب. وصافي هذا ماشي الموضوع ديالنا، بلا ما نطول المقدمه ديالي، غادي نحضروا او غادي، المهم حنا دايرين شويه تحضيرات ديال العيد، اي شويه الحلوى وتجي عندي عبوزتي، وخالت راجلي كيف العاده كيجيو عندي ولا نمشي عندهم انا، وخرجه خفيفه وصافي، يعني ما كاين زعما داك الجو ديال العيد. صافي غادي نديرو ان شاء الله، غنصاوبو الفقاص، شحال هذا ما صايبتو، وقلت علاش لا نشارك معاكم التحضيرات ديال الفقاص، صراحه كيجي روعه. المهم يلا بلا ما نطول عليكم، ندوزو المقادير. يلا على بركتي، ندوزو المقادير. عندنا قفصة الملح، معلقة كبيرة ممتلئة ديال النافع أو اليانسون، عندي الفواكه المعسلة، جوج معالق كبار ديال الزنجلان، صهدتو في الفران واحد شوية، شوية ما تحمروش بزاف. عندي هنا كاس ديال السكر سنيدة، وكاس ديال الزيت، خمارة ديال السكر، عفوا السكر فاني، وعندي خمارة جوج بحال جوج خمارات ديال 7 غرام 14 غرام، وعندي هنا 4 البيضات. وممكن لكم تستعملوا اللوز، كاين اللي كيبغي يدير اللوز يرقدو واحد 3 سوايع ولا 4 عادي يخدم به مع الزنجلان والنافع، وكاين ثاني تقدري تزيدي مع هاد المكونات تزيدي الماء زهر، حتى هو كيجيب ديك المذاق ديالو زوين، ديك النسمه، يعني اختياري كل واحد وكيفاش كيبغي يخدم الفقاص ديالو. يلا ندوزو ان شاء الله سميتو العجين، نخلطو الفقاص ديالو. ديجا البنات بديت، درت 4 البيضات، غندير القفصه ديال الملح، غندير النافع، نضيف زنجلان، الزيت، والسكر، سكر سنيدة، سكر فاني، وغادي نضيف هاد الفواكه المعسلة. كيف قلت لكم سابقا، انا خلطت هاد المكونات، ها هو جبت الدقيق ما قدمتوش لكم في الاول، هنايا درت 400 غرام، لا يا ربي هنا
درت 250 غرام، ها هو فارين 250 غرام. ديوش عليا اختكم شويه ماشي تلتم اليوم. 250 غرام غادي نضيفها على المكونات حتى نشوف شحال خصني نزيد. غادي نضيف كذلك الخميره، نضيفها مع سميتو مع الدقيق. سبعة في سبعة يعني 14 غرام. مية غرام ديال الدقيق، يعني تشوفوا على حساب الدقيق كيفاش داير. ها هو 400 غرام دابا، وي طلعتي من الطب هاد الكرامات عندك، جمعي العجينه وسكتينا. والله لا لا نبغي ندير لكم العبار. غنزيد واحد 50 غرام ثاني ديال الدقيق. ها 450 غرام. ها هي 450 غرام ديال الدقيق. صافي البنات، ها حنا جمعنا العجين. كيف كتشوفوا القوام ديال العجين ها هو، شفتوا؟ غادي نقسمو نشوفوا شحال من كويره غادي نعطي. يجوني كبار بزاف. صافي انا قطعتهم ثلاثه، قطعت العجين على ثلاثه الكويرات متساويه، وغنديرهم هكا حرابل او كوميرات بحال هكا طوال. كيف شفتو هما طوال متساويين. غنجيب الطاوه، ها هما ثلاثه، حيت كي تنفخ البنات كيولي منفوخ كيكبر ميبقاش هكا. غنجيب الطاوه ندير فيها داك الورق ديال الزبده ونديرو في الفران، والفران غيكون بارد على درجه يعني مهيله، كيبغي الوقت كيبغي يطيب شويه عليه، يعني ما يطيبش بزاف عاوتاني حيت غادي نعاودو نقطعوه وغادي نعاودو نديرو نرشعو في الفران. يا انا درتهم في الطاوه، جبت هنا نسكافي هذيك سريع الذوبان، والقهوه سريع الذوبان والصفر بيضاء وشويه الحليب باش ندهنهم من الفوق. بلاتي من قبل ما ندهنوهم البنات باش ما يتهرش لكم هذاك الفقاص، غتغرسوا واحد شويه بحال هكا من الفوق، ما يجيش طالع بزاف. غتغرسوا واحد شويه هكا، وغديروا هاد البرا ولا بحال هاد سميتو كوردون، تقبوه بحال هكا تقيبات بحال هكا. هو غرس واحد شويه ما يجيش بزاف هكا. صافي وندهنو من الفوق. ما عندوش نسكافي هذيك سريع الذوبان يديروا هذاك الكاكاو حتى هو مع الحليب ولا مع البيض. وللتزيين راكم عارفين كديروا داك الفريشيط باش كتزينوا الشكل اللي بغيتو. نزيد شويه من الفوق هكا. نعاود ندير هكا صافي. هانتوما كتشوفوا ساليت ديجا، قلت لكم الفران بارد ما يكونش شاعل مهيل،
بوطه مهيله. تنوريكم القاس من داخل الفران، ها هو تنفخ، ما غاديش نخليه يتحمر بزاف. كيف شفتوا مهبطه لتحت شويه، نطلعوا الفوق باش يتحمر واحد شويه من الفوق، ونحيدو دغيا، ما نخليش ياخذ طياب بزاف حيت غادي يرجع للفران. ما تهرش من الفوق كيف كتشوفوا، ما تشققش. صافي نعاود نطلعوا الفوق ونحمر عليه شويه من الفوق ونخرجوا. جبت الفقاس ديالي من الفران كيف كتشوفوا، ما تهرش ليا من الفوق، ما تشققش. ولا كان البنات كيتشقق ليكم، حتى انا ديجا كان كيتشقق ليا، ما كنتش نحرف ليه بزاف، كان ديما كيتهرس ليا من هنا ولا من الجناب. يا اما تنقصوا الخميره، مثلا قلت لكم 14 غرام، تقدروا ديروا خماره ونص، ولكن حاولوا تقبوه بالبرا ولا بداك داك الكوردون، وغادي تشعلوا عليه من التحت الفران من التحت، وتنقصوا عليه البوطه حتى كيتحمر شويه من التحت، عاد ديروا الفوق من الفوق. ويطبع على خاطرو وعافيه مهيله، ضروري البنات تقبوه كيف كتشوفوا باش كيتنفس ما يتهرش ليكم. صافي انا غادي نخليه يبرد، كيف شفتوا دابا صايبتو في الصباح العشرة، غادي نخليه حتى لستة د العشيه ولا سبعة د العشيه. كاين اللي كيخليه يبات، كيغطي بسلوفان بلاستيك ترجع لي داك السخونيه، وكيغطي بشي منديل ولا شي فوطه فازقه ولا. انا غندير غير السلوفان، ها هو وجدتو، غندير لي غير السلوفان غنغطيه حتى ترجع لي داك السخونيه تيبرد، وفي العشيه عاد غادي نقطعو وغادي نصور لكم ونوريكم النتيجه النهائيه. بعد ما برد لينا الفقاس ديالنا، انا ديجا بديت درت الطاوه، في الفران، ها هي انا باقا كنقطع، ها هي باقا هادي، انا غنبدا معاكم. انا ديجا قطعت الاخرين، انا نوريكم السكين اللي باش قطعت، ها هو عنده السنينات، هو هذا عندي خاص بالفقاس كيقطع ليا مزيان، ما كيفرتتش ليا الفقاس، شفتوا؟ ولا تستعملوا داك الكيتوغ، ها نتوما كنميل يديا شويه بحال هكا، ما كيفرتتش ليا الفقاس، كيمشيو بالتقطيعه مقاده. خليوها البنات يبرد، تقدروا تخليوه يبات، تقدروا حتى العشيه كما درت ليه انا، غطيته بالسلوفان حتى برد، وها هو. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، والفقاس كذلك ينال الاعجاب ديالكم. كيجي رائع والمذاق اروع. عواش لكم بروكه، ونتمنى تعيدوا تعاودوا، وفي ظروف تكون احسن من هذه ان شاء الله. مازال الايام جايه، مازال الاعياد جايين، عير ربي يرفع علينا هذا الوباء، ورا كلها ايام ربي اعياد، غير الله يرزق الصحه والسلامه وصافي. بلا ما نطول عليكم، نتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وتهلاو في راسكم، وعيد مبارك سعيد الى الفيديو الجاي الى بغى الله. يلا بسلام عليكم.